لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره. صدق رسول الله. اليوم الثلاثاء 18 رمضان، كل عام وأنتم بخير. نقوم بتقدمة وجبات إفطار في مطبخ النور، وجبة إفطار صائم بدعم كريم من جمعية ويكير ريليف كندا. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله عطاءكم. تنفيذ جمعيتي سترونج سبيرت كريم أرض. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله عطاءكم وجعل الله في ميزان حسناتكم. خير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث على الأفياء ماطر صوته يروي قلوبا وخواطر نفعه عم البوادي والحواطر قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال املأ الأرواح حبا أبيضا وانسى آلاما قضت فيما مضى هذه الأيام تحلو بالرضا قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال.